تعلم حكمة السفر وصاحب أجمل الأخيار. تعلم أحد صناع النجاح يروي المشهد من زاويته. الكلمة الآن للمستشار الأستاذ أحمد الغامدي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور محمود الأشقر، إخواني أولياء أمور أبنائنا في برنامج تميز والبلد، الأخوة المشرفين والمساعدين في البرنامج، أبنائي في البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الليلة المباركة، وأشكر سعادة الدكتور محمود الأشقر الذي أعطاني هذه الفرصة للتحدث معه. وعندنا مثل كبير جدا للأشخاص الناجحين اللي هو معالي وزير البترول الدكتور النعيمي، حيث ابتدأ من عامل وموظف والآن وزير. فالتعليم والاجتهاد في العمل ما حد ينكره، ولكن يجب أن كل شيء ميزان في حياته عندما تتعامل مع هذه الأشياء. أبذكر الحقيقة بمقولة سمعتها في معهد الإدارة عن اللغة الإنجليزية، أرجو من الأبناء الاستفادة منها، هي to improve your language you have to listen to radio, watch the TV, read the newspaper, talk to the people. الأربع أشياء هذه إذا عملت بها تحسنت لغتك، أعتقد أنها واضحة للجميع. الحقيقة في الختام، لأن الكلمات الحقيقة بسيطة ونبغاها جميلة ومختصرة، أشكر القائمين على البرنامج وأشكر دعوتهم لنا. والحقيقة أفتخر بما شاهدته في البرنامج، أنا أول مرة يشارك ابني محمد في البرنامج وهو الذي يلقى الكلمة قبل كذا. الحقيقة أول مرة أدري والله أنه بيلقي كلمة. ثاني شيء الحقيقة يعني انبسطت جدا جدا عندما رأيته يتحدث بلباقة وبحسن قراءة للأفكار الموجودة وحسن النطق وحسن الأدب. فالحقيقة أفتخر بأني أرى ابني بهذا المستوى، وأشكر لكم جميعا على هذا الجهد، وأشكر لكم على الاستماع لكلمتي، وإن شاء الله نشوفكم على خير. ما شاء الله تدرب تخرج القادة ونتعلم لغة فيها لنا قوتنا.